طيب أنا أقول إذا كان هذا رؤيا، يقول يعقوب لا تقصص رؤياك على إخوتك. كيف؟ بمن يصور سناب شات ويصور الأكلات والطلعات والسفريات والأولاد والبنات، كل العالم وكل الناس يشوفون. أقسم بالله، شوف عليها يمين، إن شاء أسأل الله أن لا أكون حانث وأتكلم من واقع تجربة في الرقية الشرعية، أن أغلب العين والحسد يقع من هذه الأمور، من التصوير، تصوير النعم. أنا أقول مو تصوير نعم، استعراض بالنعم، خاصة في مسألة الأولاد والبنات والحريم. الآن أكلنا صوروا، سافرنا أصبحت المرأة تصور والبنت تصور، وبعد فترة وإذا بالطلاق قد حصل بينهم بسبب الحسد والعين، وحصل بينهم تنقلب تلك النعم إلى نقم، نسأل الله العافية والسلامة. يا أخوان، حفظ النعم ليس بهذا. وبعض الحريم تقول، أنا أقول من يصور هذه النعم أسأل الله أن يشفيه، أنا أقول أنه مريض. حتى أنا أقول لأولادي هذا مرض. ليش نقول للناس بالنعم اللي أعطانا الله جل وعلا؟ نحمد الله جل وعلا ونشكره، ليش نستعرض بالنعم؟ يا أخي ربما هذا التصوير يذهب لأناس ما عندهم طعام تلك الليلة، وما عندها ما عندك في البيت. لا، بعض النساء ربما تقول أبغى جماعتي وأهلي وأقاربي يشوفون حب زوجي لي. لا، مو شرط. بعد فترة وإذا به طلقك بالثلاث، وعندي من القصص في هذه في مجال الرقية كثير جدا. إذن يا إخوان، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً.